الفيديو ديال اليوم صور في برا، غادي نبدا في برا. اليوم 27 نوفمبر، باش جاني اتصال من البيليس بحكم انا كنت دافع فيزا ديال اسبانيا، رغم انا ما كنتش قدرت عليها شي فيديو، قلت خلي الامور حتى نشوفوا شنو غايدير. فاليوم عيطوا ليا وانا كنتسنى الصديق ديالي اللي في فروم بوينت السلام باش ياخذني لسنتر البيليس نشوفوا النتيجة، واش غتكون شي نتيجة مرضية ولا لا. راه كاين فروم بوان ديال جيت ساكن، انا مشي عندو دابا نشوفو البلان. زعما حليت شي حاجة غتقولو بدي انا راه حلو كل راه زعما حليت شي حاجة ندخل على برا ونشوف واش كاين شي. حنا دابا غنوثقوها ونشوف. مبروك من عندي انايا. مكايناش الورقة، مكايناش الورقة، مكايناش الورقة. حد ها جوج ثلاثة أربعة خمسة ها ما كنا نبقى على الرف بشوية بشوية هاني 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 زوينة 20 جوج 25 حتى 21 3 15 كون فيليسيتاسيون ما كاينش ورقة بصح حتى كاع ما خلعوني يا صاحبي. شحال شحال المدة؟ عندك اسيدي من 20 جوج حتى 21 3 يعني شهر، شهر فيها 15 يوم. عطاوني 15 يوم، انا كنت ديجا طلبت لهم 8 ايام، بدات من 20 جوج حتى 28 جوج. واه يا خويا واه، وما داروش هاد التصويره. قلت لهم اخويا داروا هاد التصويره وصوروني ها تما. والله جيت هذيك اللي تخرج دائما، هذه هي جيت اخويا جيت نزيد هي اللي كتخرج. واه ايوا سيدي مبروك. دابا قضيه باغا شي قهيوه اخوان. طبيعه الحال الناس اللي كيقولوا راه انا شاد الدوسي المقاول ذاتي، باش نكونوا مفاهمين، كارت مقاول ذاتي. اي واحد اللي كيقول راه الفيزا ما كتخدش مقاول ذاتي، انا خويا انا ما عنديش شي دوسي اخر من غير مقاول. الناس عارفيني ديجا من فاش بديت القناه، كنت كندير فيديوهات على اساس مقاول ذاتي، سواء جابون سواء الصينوا سواء اسرائيل اللي كنت واخد، سواء شحال من حاجه راه واخدها بمقاول ذاتي. فلهذا غادي نقولوا بلي راه الباسبور فاش كيكون مقاول، وفاش كيكون مشكل، وانما فهمتيني بدا وحده وحده.